شكرا لكل سبيكرز معنا وكان شافوا فيديو اخرى الجمهور اللي حضر لحدث شباب وورد بلان زيرو ما يبانو خاطرهم الصراحه. غنبداو التعرف على الضيوف. غنبداو مع اول ضيف معنا هذه الامسيه اللي هو امين تقي. مؤسس ثلاثه دول Okay.
مشكل سندر مقال في الدار ما قلت لك ما سكوزا سكوزا مش خايف مش سكوزا بوكا سكوزا سكوزا من تشير فيكم فان شاك طبري باك باك يهدك انا هادك اللي
وكأنكم أنتم من تسألون. أول سبيكر غيكون معنا هو أمين بحري. أمين. أول سؤال غنسولك يعني شنو هي الأساس والأسس يعني باش تدير مدونة تقنية يا جماعة؟ من شخص واحد مثلا يكبر يخدم شي واحد المدونة ويكبر داك الشيء اللي كتعرف باش تحوس حاجة ليا ما كتعرف المدونة كتوصل واحد المسار ما كتوصل واحد الفكرة في هذا لو فتحت شي حاجة ماشي هادي باش تلقى الانتقادات باش تلقى الناس كيما باش تلقى يعني شنو هو الاسس؟ انا نهضر في المجال التقني، شنو هو الاسس يعني خصني مثلا كمبتدئ في الدومين ندير مدونه تقنيه تكون ناجحه ماشي مدونه تقنيه الدومين تاع الطرف ولا الدومين الدومين التركيبي ولا شي حاجه نهضر في الدومين واحد معناتها في الدومين التقنيه كدوي في الدومين التقنيه وكيلا انا نوصل لواحد الموبيليتي بغا يكون جاري فهمتي نوصل لواحد ديالنا وكبر يعني شنو هو الاكسيس اربيتراج؟ هو كتشري ناس كيدخلوا عندي الموقع ديالي ولا كيدخلوا عندي المضمون ديالي وكيشوفوا واحد المقال داك المقال كيقول لنا نربحوا ولي زاسي اللي يقولوا دابا بحال يمكن لي انني ندير واحد سبونسور ندير واحد الاعلان. اولا مرحبا بك رشيد ايضاً مشكورك دير تاونات دير الضيافه دير الكرم رشيد ديما السلام عليكم. بعدا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا واحد السيت ويديروا هذا الشيء، انه يمكن لك انك تبدا بواحد المنصه اللي هي مجانيه اللي هي بوكس بوك، لما تدخل المنصه ديال البلاتفورم ديال ووردبريس تدخل معايا بوكس بوك. بوكس بوك تابعه لجوجل. بوكس بوك الامتيازات ديالها انها كتوفر لك الحمايه ومجانيه، ما تخلص لها على الاستضافه ولا حتى شي حاجه. دونك كتحتاج غير بوكس بوك دوت كوم الى عندك واحد الجمال غتشري بها بسيطه وكتصور المدونه ديالك عادي، يعني اصلا هو كيعطيك واحد الواجهه باش كتصور المدونه. دابا تيقول لك كيفاش غادي ندير لها واحد الشكل التومبليت يعني القالب ديال المدونه داك المظهر ديالها الطول ويعني صافي غادي ندير لها وجه فالخدمه اللي معقوله هي وجهها من بعد فهي ديال المحتوى ديال الكونتينيو فالمحتوى هو الميم كما كنقولوا المحتوى هو الميم دائما خاص الانسان يخدم على الكونتينيو ديالو حيت الكونتينيو ديالك هو كلشي هو اللي غادي ينجحك هو اللي غادي يوصلك للناس فاذا كان عندك المحتوى في الحاضر غادي تكون انت في الحاضر كان عندك المحتوى راقي غتكون انت راقي بجمهور راقي ومحتوى راقي فخاص الانسان يخدم دائما على المحتوى ديالو ملي كيكون عندك المحتوى كيبقى لك طريقه الوصول الى الزوار لانه هو كيكون عندك محتوى زوين ما وصلتش لذاك الشيء اللي بغيتي خاص بعدا الزوار لي فيزيتور ودابا الناس تيقلبوا بزاف على البوز يعني شاهد اللي شاهد كيف دابا حد هذه الدجاجه شاهد كيف هرب هذه الولد من امه ولا شي راكم عارفين هادشي ديال البوز دونك هنا غنقول لكم نهضروا على ثاني على الفيرال الفيرال هي المواضيع الفيروسيه هذه ممكن تلاقوا معايا امين بهذا الامر هذا اخويا السير اش غنقول لك اولا بعدا نصيحه لوجه الله يعني اي واحد فيكم سواء عنده قناه في يوتيوب ولا سواء كيفكر انه يبدا في يوتيوب شتي نهار تقول غنصوب واحد لاشين يوتيوب باش نربح الفلوس تما تعود انه الفشل هذاك هو اول فشل ديالي هو راسك انت بعدا عندك واحد الحاجه راسك هي انه اليوتيوب ما خاصكش تفكر ديك الفكره ديال انه ندخل